تعالوا نشرك الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي في الحوار، وأسألك يا أستاذ أحمد بعد ما صبح عليك منورنا في 8 الصبح، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايز أسأل حضرتك عن أهم الرسائل اللي حضرتك شفتها من وجهة نظرك في كلمات سيادة الرئيس امبارح وفي الأحداث بشكل عام في إطار افتتاحات سيادة الرئيس امبارح، أيهم أكثر نفعا ومردودا على الاقتصاد الوطني، وكلام سيادة الرئيس كمان على السوشيال ميديا وكيف يتعامل معها، وإزاي وجهة نظر المواطن ممكن تتغير بعد ما يشوف الأمور فعلية على أرض الواقع؟ بعد صباح الخير يا استاذ هبه، والله صحيح. كلهم مهمين. صحيح. يعني لما يبقى فيه اشاره وتاكيد على احترام اراده المصريين وان كل مخرجات الحوار الوطني هتكون محل تقدير واستجابه من سياده الرئيس، عدا اللي محتاج صياغه دستوريه، وبالتالي صحيح. هنرجع فيه الى مؤسساتنا المنتخبه. ولما يبقى فيه تاكيد على انه مصر رغم كل ما جرى لكن خدت من الاجراءات ما يخفف من يعني فداحة أو يعني قوة الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر وفي العالم، وإنه لما يبقى فيه كلام على المستقبل بقى، إنه إحنا ما أسسناه من جامعات في الست سنين الماضية يكفي احتياجات مصر حتى سنة 50، لما يبقى فيه كلام على إنه مصر فيها أكثر من 9 مليون ضيف، ويبقى فيه كلام على إنه عدد 9 مليون إلى جانب 250 ألف مؤخرا. ما أنا هقول لحضرتك التفاصيل دلوقتي عن كل واحدة منهم، لأنه 9 مليون لازم بس الناس تبقى عارفة إنه، وكويس إنك فتحت لنا الموضوع مبكرا، لأنه لازم الناس تبقى عارفة إنه في منظمات دولية بتراقب هذا الكلام. طبعا. منظمة الهجرة الدولية مثلا بتتكلم على إنه عدد اللاجئين في العالم كله أكثر من 109 مليون لاجئ، لما يبقى عندنا منهم 9 يبقى احنا في حدود، شوف العالم في 204 دوله اللي هم موجودين في اكبر منظمه دوليه اللي هي الاتحاد الدولي لكره القدم، من ال 204 دوله دي مصر لوحدها 9 مليون ضيف عندها، يعني احنا تقريبا واخدين 10% تقريبا من لاجئين العالم لوحدنا، مش بنشتكي مش بنبتز حد. سياده الرئيس قال ضيوف مصر، ضيوف مصر، شوف حتى المصطلح محترم ويليق بمصر العظيمه، وهيفضل مسجل في تاريخ التعامل مع هذه الأزمات لألف سنة لقدام، غيرنا بيعمل اللي حضرتك عارفاه والناس عارفاه، بيبتز الدول الأخرى وبيتاجر بالموضوع وبيستثمر الأزمة في اتجاهات مختلفة، لكن مصر مش عاملة كده، يعتبرها ورقة تهديد، ورقة تهديد وورقة ابتزاز وورقة استخدام في مؤسسات ومنظمات دولية وخلاف، وورقة ضغط على دول مجاورة. احنا من هذا الكلام كله مش موجود عندنا، والحمد لله بنتعامل مع 10% من ضيوف او لاجئين العالم بكل احترام ومودة، وكأنهم جزء من الشعب المصري. وبالمناسبة دول من 130 جنسية، يعني احنا عندنا ضيوف من 130 جنسية، بس عشان ما حد يعرف يعتقد ان دول بس من الدول العربية الشقيقة، احنا بنستقبل دارسين وضيوف ومستثمرين ومقيمين من 130 جنسية في العالم. النقطة الثانية اللي لازم برضو نقف عندها، واحدة من أكبر مبادرات الصحية اللي اتعملت الفترة، فأنا في تقديري هي الأهم، لأنه دي اللي دخلت على البيوت المصرية أزالت من عندهم هم. طبعا. يعني ما خلينا بنتكلم حياة كريمة، غير حياه كريمه اللي هي ال 2 مليون اللي تتعاملوا معاهم في مبادره انهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحيه، لان دخلتي شلتي هم ما يتلم زي ما بيقولوا. صحيح. ناس منتظره يعني انا اسف التعبير، الامل جاي خلاص، لكن كانت منتظره يعني مصيرها الصعب، وفجاه الدوله بتدخل تقول يعني حل مشكلتكم عندي، وطبعا حضرتك عارفه مريض قاعد مستني عملية قلب مفتوح، ولا مستني عملية مخ وأعصاب في الدماغ، أو مستني عملية عظام خطرة صعبة تتعمل في العمود الفقري أو خلافه، ده الأسرة كلها شايلة الهم، العيلة كلها شايلة الهم، الزملاء في في المصلحة الحكومية أو مصلحة العمل شايلين الهم. صحيح. فكل واحد من دول وراه يعني حواليه على الأقل 20 واحد. فلما احنا نحل أزمة 1.9 مليون مواطن لغاية الأسبوع الماضي، احنا شلنا هم كبير جدا. وبالمناسبة يا أستاذ هيبقى، يعني لغاية نهاية أولا النهاردة، لغاية النهاردة أقدر أقول لك أكثر من 600 ألف عملية قسطرة قلب اتعملت،
الثلاث تخصصات اللي اقولهم لحضرتك دول عدينا 70,000 عمليه، اللي هي للاسف الاورام والمخ والاعصاب والقلب المفتوح والعظام الخطره. فغير بقى عامل عمليات ما كانش بتتعمل، اطراف مخيه وزرع كبد وزرع كلى وزرع قوقعة، الحاجات دي تجاوزنا ارقام مهمه في ال 1.9 مليون عمليه اللي اتعملوا. عند حضرتك اكتر من 117,137 مراجعه علشان نشوف العمليات شكلها عامل ازاي وناجح ولا حصل له ارتداد ولا حاجه. أيوة. فانت قدام في هذه المبادره قدام انجاز غير مسبوق، يعني رفع فعلا الهم على ملايين المصريين في مبادره واحده. النقطه الثانيه اللي هي اتكلم عنها سياده الرئيس، الاهتمام مش بيشوف بقى احترام الاراده الوطنيه واحترام الاراده الشعبيه، لما نتكلم على ان كل ما يخرج من هذا المؤتمر الوطني يتم الاستجابه ليه عدا اللي محتاج تصويت، لانه طبعا احنا قدام تشريعات ممكن تتعمل، تعديلات ممكن تتعمل في بعض المواد، يبقى لازم نرجع للمؤسسات الدستوريه. وقلنا ده السبب اللي خلى انه القرارات او القضايا هيبقى بالتوافق داخل المؤتمر الوطني مش بالتصويت، احتراما لان في مؤسسات تانية القرار فيها بيصدر بالتصويت اللي هو البرلمان وخلافه. اتكلم سياده الرئيس طبعا على تخفيف الاثار الازمه الاقتصاديه، وكلنا فاكرين 9 مليون اسره اللي اتعمل لهم استثناءات، اللي هم اقل في المعاشات من 2500 جنيه واقل في المرتبات من 2700 جنيه. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لحضرتك ان الانجازات كثيره، فلو ابتدينا كده نستعرض ما تم، وحتى لو مثلا اتكلمنا على اسكندريه فقط او البحيره فقط يعني مش هيكفينا حلقات بصراحه، حتى نعطي كل ذي حق حقه. لكن انا لازم اتوقف برضو عن استكمال الحدث بالنسبه لنا، لانه الحدث لم يتوقف عند الامس فقط، هو مستكمل النهارده بافتتاحات جديده، بتفقد ايضا لسياده الرئيس لميناء الاسكندريه. كيف ترى اهميته؟ وايضا فكره الجولات الميدانيه اللي بيقوم بها سياده الرئيس. الجولات الميدانيه بتعطي جرعه نشاط غير طبيعيه للعمل طبعا، وكل موقع عمل النهارده معتقد او متصور او يعني عنده احساس انه ممكن سياده الرئيس يبقى عنده في اي لحظه. لكن بالنسبه للموانئ انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا اكثر من 80 مشروع للموانئ المصريه، لانه يعني ده وصلنا الى مرحله في الصادرات والواردات كان عندنا ازمه كبيره، احنا عايزين نوصل رقم قياسي في عدد الاطنان اللي تدخل وتتصدر. فعايز اقول لحضرتك حتى بالنسبه قبل ما ننسى برضه ونبعد عن الموضوع، 128 مليار تكلفه هذه المشروعات متوزعين على 50,000 عامل مصري بيشتغلوا في 100 شركه تقريبا كلهم قطاع خاص. لكن يعني عايزين نوصل نعدي ال 5 مليون طن، لكن في احصائيه بسيطه كده 177,000 زياده في عدد الركاب في بعض الموانئ اللي تم يعني العمل فيها. حلو جدا استاذ احمد محللنا طبعا السياسي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا استاذ احمد رفعت.